طيب، صباح الخير طلاب كهرومغناطيسية. نستكمل اليوم مع separation of variables ومع spherical coordinates، وبدنا نناقش مع بعضينا example 3-6 page 137. الاكزامبل بيحكي لنا the potential V0 of theta is specified on the surface of a hollow sphere of radius R. إذا في عنا hollow sphere، كرة مفرغة الراديوس تبعها R، البوتنشال على سطحها يساوي V0 of theta. Find the potential inside the sphere، أوجد الجهد بداخل السفير. طبعا احنا يعني نحلها بلاس إكويشن. بالخطوات اللي قبل أو بالفيديو اللي قبل حكينا إنه نفرض الحل على الصورة VR of theta، وبتكون عندنا a function of r r of r، وفي a function of theta، واتفقنا ان function of r بده يكون على الصورة a في r to the power l زائد b على r to the power l plus 1، والfunction of theta اللي هو الجندر بولينوميرز بده يكون bl of cosine theta. طيب اذا بنستكمل من هاي النقطة وبنقول انه الفانكشن اللي عندنا اللي بحقق هاي او اللي بوصف البوتنشال انسايد ذا سفير يساوي v of r and theta a في r to the power l زائد b على r to the power l plus 1 في b l cosine of theta. بدنا نحدد شو الباوندري كونديشنز اللي عندنا في المساله. هلا اول شيء انه v at r and theta يعني البوتنشال على السطح لما تكون r تساوي capital R and الانجل theta تتغير تساوي v zero of theta. هلا ثاني شغله لازم نحطها ببالنا انه لازم يكون البوتنشال finite at r تساوي zero، يعني ما يكونش بروح للما لا نهائي. اذا احنا مختصين بهاي المنطقه بهذا الاكزامبل. هلا اول شغله من الكونديشن 2 اللي هي v should be finite at r تساوي صفر، هذا الحكي بيقتضي منا لحظه هنا الحد الثاني في الr function في المقام r to the power l plus 1 وl is a positive number، معناته لما نقسم على اذا حطينا r تساوي صفر يعني هذا الترم بصير ايش ماله ما لا نهايه. اذا اول شغله بتفترض منا انه نفترض انه b تساوي صفر علشان يضل الترم كلياته finite. اذا اول الكونديشن رقم 2 بتخلي لنا انه b تساوي صفر. إذا بصير عنا ال V of R and theta على الصورة A في R to the power L في B L of cosine theta. هلأ بدنا نشوف الكونديشن رقم 1. الكونديشن رقم 1 بقولنا V of R and theta يساوي V0 of theta. بدنا نعوض، بالR الصغير كابيتال R، ونقول هذا الحكي بيساوي summation من L تساوي صفر للمالانهاية A في هلا حطينا بدل small r capital R to the power L في BL of cosine theta. طبعا هون AL missing، هون ال AL. طيب هلا عنا ال BL of cosine theta، هذول الجندر polynomials. هلا بدنا نتذكر شغله حكيناها لما حكينا عن Cartesian coordinates، عن sin n by x على a، قلنا sin n by x على a complete set. وكمان اللي جندر بولينوميالز بي ال اوف كوساين ثيتا هدول ار كومبليت ست. كومبليت ست هلا شو معناته كومبليت ست؟ كومبليت ست معناته انه طبعا هم كومبليت ست على الفتره، لما نحكي بي ال اوف اكس بتكون كومبليت ست على الفتره اكس اكبر او تساوي ناقص واحد واقل او تساوي واحد، بمعنى انهم هدول اي فانكشن اوف ثيتا بقدر اكتبه على اساس على السميشن للجندر بولينوميالز. هاي أول شغلة. تاني شغلة هم orthogonal. شو معنات orthogonal؟ يعني إذا أنا BL of cosine theta ضربتها في BL فتحة of cosine theta sine theta دي theta، هسا بنشوف ليش، وكاملت على حدود التكامل. لما تكون x بتكون من ناقص واحد لواحد، بس لما تكون theta بتكون من باي لصفر وكاملت عليهم، هدول بيعطوني صفر إذا كانت L لا تساوي L فتحة، وبيعطوني قيمة محددة إذا كانت L تساوي L فتحة. خلينا نفصل بالضبط شو بنعمل. هلا حكينا إذا دي L of x complete set على الفترة x تساوي أكبر أو تساوي ناقص واحد وأقل أو تساوي واحد. هلا اللي عنا إحنا دي L of cosine theta، يعني محل cosine theta شو بدي أحط؟ x. هلا إذا cosine theta لما تكون أكبر من ناقص واحد وأقل من واحد، معناته theta لازم تكون باي
لما شو الزاوية اللي كوساينها سالب واحد اللي هي الباي، وشو الزاوية اللي كوساينها واحد اللي هي الصفر. إذا أنت راح تنحصر بين القيمة صفر وباي، بين القيمة صفر وباي، إذا بتكون الجندر بولينوميال كومبليت. طيب هلا عندنا اورثوغونال، قلنا بي ال اوف اكس في بي الفتحه اوف اكس دي اكس على الانترفال من سالب واحد لواحد اللي هي بتكون عليه هذا الجندر بولينوميال كومبليت يساوي، بده يساوي طبعا صفر او له قيمه محدده لما ال تساوي الفتحه. هلا نحوله لبي ال اوف كوساين ثيتا، بنحط محل اكس كوساين ثيتا، بتصير عندنا كوساين ثيتا بي ال كوساين ثيتا بي الفتحه ساين ثيتا دي ثيتا. هلا ليش ساين ثيتا دي ثيتا؟ لانها هون عندنا دي اكس. هلا احنا اكس شو فرضناها؟ كوساين ثيتا. لما اجي اقول دي اكس شو بدها تصير عندنا؟ ماينس ساين ثيتا دي ثيتا. هلا باجي بحطها هون بالحدود، في اشاره ماينس برا. هلا حدود التكامل كانت عند ماينس واحد باي وعند الواحد صفر، اذا في عندي ماينس برا، اذا بنقلب حد التكامل وبصير من زيرو لباي. هلا هذا المقدار شو بساوي؟ هذا المقدار بساوي صفر إذا كانت الفتحة لا تساوي ال، وبكون يساوي 2 على 2 ال بلس 1 إذا كانت الفتحة تساوي ال. هلا بدنا نستخدم هاي الخاصية في الحل تبعنا عشان نوجد قيمة A L. إحنا توصلنا آخر إشي إنه قلنا V R of theta تساوي summation من ال تساوي 0 ل infinity A L في R to the power L V L of cosine theta. هلا باجي بدي استخدم الفوريير تريك، بضرب الطرف هذا في بي الفتحة اوف كوساين ثيتا، والطرف اللي فيه سيريز او سميشن بضربه في بي الفتحة اوف كوساين ثيتا ساين ثيتا، وبكامل من وين لوين عنا؟ من زيرو لباي. اذا شو بصير هذا التيرم عنا؟ هذا التيرم بصير بي الفتحة كوساين اوف ثيتا بي زيرو اوف ثيتا ساين ثيتا دي ثيتا، طبعا هون من زيرو لباي. هلا هون عندنا السميشن من ال تساوي صفر لانفينيتي، بطلع اي ال و ار تو ذا باور ال برا لانهم كونستانتس، في التكامل ل بي ال كوساين اوف ثيتا في بي الفتحه كوساين اوف ثيتا ساين ثيتا دي ثيتا. هلا انا بعرف انه هذا التكامل بده يصير دروبس اوت، بنزل بسقط كلياته اذا كانت الا تساوي الفتحه وله قيمه محدده لما ال تساوي الفتحه. هلا بما انه كل الفتحة لا تساوي ال راحت، إذا إشارة السميشن بتروح، وبنضل محتفظين بإيش عنا بالترم اللي هو ال، إذا A ال في R to the power ال. هلا إذا كانت الفتحة تساوي ال، هذا التكامل كلياته بساوي 2 على 2 ال بلس 1. إذا معناته صار عندنا التكامل من 0 لباي، الحد الأولاني بي ال كوساين ثيتا بي 0 اوف ثيتا ساين ثيتا دي ثيتا يساوي اي ال في ار تو ذا باور ال في 2 على 2 ال بلس 1. هلا بدي اي ال لحالها، بقول إذا اي ال تساوي اثنين ال بلس واحد على اثنين ار تو ذا باور ال، نقلتها على هذيك الجهه، في التكامل من زيرو لباي بي ال اوف كوساين ثيتا بي زيرو اوف ثيتا ساين ثيتا دي ثيتا. هلا اذا معناته بالنتيجه النهائيه علشان نلخص للمسألة تبعتنا، طلعت المسألة تبعتنا البوتنشال انسايد ذا سفير يعطى بالصورة السميشن من ال تساوي صفر لانفينيتي اي ال ار تو ذا باور ال بي ال كوساين ثيتا. هلا كل شيء محدد ما عدا اي ال، اي ال بنحددها ب 2 ال بلس 1 على 2 ار تو ذا باور ال من التكامل من صفر لباي دي ال اوف كوساين ثيتا في زي دي زيرو اوف ثيتا. طبعا في زيرو اوف ثيتا بيكون فانكشن له علاقه بالزاويه ثيتا، وبنجري هذا التكامل. هلا هذا التكامل مش كثير سهل احيانا نتعامل معاه. هلا شوفوا شو بدنا نتعامل، خلينا ناخذ تحديدا نعطيكم مثلا اقتران دي زيرو اوف ثيتا، ونشوف كيف ممكن من السميشن نعرف قديش قيمه الاي ال. لاحظوا لنفترض انه عندنا بالاكزامبل هو 3 الى 6، كانت في 0 اوف ثيتا معطاه بانها تساوي كي بساين تربيع ثيتا على 2. اذا عندنا البوتنشال على السيرفيس معطى بالعلاقه كي بساين تربيع ثيتا على 2. هلا لاحظوا انا عندي الفانكشن كله له علاقه بالجندر بولينوميالز، والجندر بولينوميالز لها علاقه بايش عندنا؟ بالكوساين ثيتا، يعني بي ال
اوف كوساين اوف ثيتا، فخليني احول الساين تربيع لكوساين. طبعا في علاقة بتكون ساين تربيع اكس تساوي 1 ناقص كوساين 2 اكس على 2، اذا معناته كي في 1 ناقص كوساين 2 في ثيتا على 2. طبعا عندما اقسم على 2 ضربنا في نص، اذا هاي عندنا في 0 اوف ثيتا. شو تطلع في 0 اوف ثيتا؟ بتطلع تساوي كي على 2 في 1 ناقص كوساين ثيتا. هلا الواحد انا بعرفها هاي عباره عن في 0 اوف كوساين ثيتا، متذكرين في 0 اوف اكس يساوي 1. طيب والكوساين ثيتا هاي في 1 اوف كوساين ثيتا، لانه في 1 اوف اكس يساوي اكس، وهاي في 1 اوف كوساين ثيتا يساوي كوساين ثيتا. اذا معناته في 0 اوف ثيتا قدرت اكتبه على صوره ليجندر بولينوميالز. شو قيمته هذا في 0 اوف ثيتا؟ كي على 2 في 0 اوف كوساين ثيتا ناقص كي على 2 في 1 اوف كوساين ثيتا. هلا لما بطلع هيك على البي 0 اوف ثيتا بقول معناته الاي ال راح تكون كل السيريز راح تروح، ما راح يضل الا الاي 0 وما راح يضل الا الايش عندنا الاي 1. يعني عندنا كي، هلا بدي افرد السيريز. هلا بدي احط في 0 اوف ثيتا هي القيمه اللي طلعت عليها. هلا شو بدي احط محل السيريز؟ لاحظوا شو بدي احط محل السيريز. السيريز شو هي؟ اي 1 اي 0 ار تو ذا باور 0 1 في 0 اوف كوساين ثيتا زائد اي 1 ار تو ذا باور 1 في 1 اوف كوساين ثيتا. اذا باجي بحط هنا تساوي اي 0 ار 0 في 0 اوف كوساين ثيتا. هلا عندنا زائد اي 1 في ار 1 في 1 كوساين اوف ثيتا. هلا هاي زائد هنا. طيب هلا باجي عندنا بقارن الحد الاول هذا بالحد هذا، بطلع هلا كي 2 كي على 2 مضروبه هنا اي 0 ار 0 1، اذا عندنا اي 0 تساوي كي على 2. هلا باجي بطلع على الحد الثاني ماينس كي على 2، شو بدها تساوي عندنا هون؟ عفوا زائد تساوي A1 في R1. إذا شو معنات عندنا A1 بدها تساوي؟ بدها تساوي ماينس K على 2 على R. طبعا هذا الحكي لازم أنتم بإيدكم تحاولوا تجربوه عشان تستنتجوا هذا الحكي. إذا معناته أنا كل السيريز تبعتي اقتصرت على حدين، الحد اللي فيه A0 وA1. من وين عرفت هذا الحكي؟ عرفته من الباوندري كونديشن. الباوندري كونديشن كان على الصورة 1 ناقص كوساين ثيتا، الواحد اللي هي بي 0 اوف كوساين ثيتا، وهي الكوساين ثيتا اللي هي بي 1 اوف كوساين ثيتا. اذا معناته صفت اي ال تساوي 2 ال بلس 1 في على 2 ار تو ذا باور ال من 0 لباي، بطلت بدي اياها وصار بدي، رجعنا احنا لنفس الشريحه. إذا صار عندي dr of theta يساوي a 0 في r to the power 0 b 0 of cosine theta زائد a 1 في r 1 b 1 of cosine theta. بدي أحط محل a 0 قيمتها، شو محل a 0؟ a 0 اللي هي k على 2 في b 0 of cosine theta 1 زائد a 1، شو طلعت قيمتها؟ minus k على 2 r في r في cosine theta. إذا بصير البوتنشال على السطح K على 2 في 1 ناقص R على R كوساين ثيتا، مش على السطح عفوا، البوتنشال بيكون جوا يساوي K على 2 في 1 ناقص R على R كوساين ثيتا. إذا هاي عنا إكزامبل 3 إلى 6. إذا يعني أنا بحط إذا إحنا إذا مرة ثانية كيف أنا بشتغل؟ بحط الحل على الصورة تبعته اللي هي A L R to the power L V L of cosine theta، بشوف الباوندري كونديشن اللي هي V R of theta ومعطيني إياهن، وبشوف الليجندر بولينوميالز، وممكن أستخدم من السيريز مباشرة هنا V 0 of theta لما أحط قيمتها بدها تساوي هذا المقدار. هلأ V 0 of theta كل ما استطعت أني أكتبها على هيئة الجندر بولينوميالز كل ما كانت سهولة في تحديد الكوفيشنتس تبعات الحل. هلا اكزامبل 3 ل 7.
هلا بحكي لنا نرجع مرة تانية لنفس الإيزان بالثلاثة لستة اللي هي عندنا هولوسفير طريد اس ار اللي بتنشر على السيرفس تبعها دي زيرو اوف ثيتا، لكن هلا شو بدنا نوجد البوتنشال اوتسايد. طبعا احنا بالاكزام 3 6 وجدنا انسايد، هلا البوتنشال ايش ماله؟ اوتسايد ذا سفير، اوتسايد ذا سفير. لحظه، هلا الحل بالصوره العامه بهالشكل هذا اللي حكينا عنه، بارت اوف ار اند ليجندر بولينوميالز او بارت اوف ثيتا. هلا شو الباوندري كونديشن؟ ظلت الباوندري كونديشن رقم 2 زيها اللي هي دي ات ار سمول ار تساوي كابيتال ار يساوي في 0 اوف ثيتا. هلا والباوندري كونديشن الثاني هون اختلف، بدي في يروح للصفر لما ار تروح للمالانهاية، لاني انا بدي هسه المنطقه اللي ايش مالها الاوتسايد سفير. لاحظوا بالثلاثه لسته كان الباوندري هذا الكونديشن بدي انه لما اروح عند ار تساوي صفر يكون الجواب ايش ماله فاينايت، يعني ما يروحش للمالانهاية. هون لما بدي اروح على الار مالانهاية بده يكون البوتنشال شو يروح عندنا للصفر. هلا لاحظوا the first condition المرة الماضية بإكزامبل 3-6 هذا الترم كان خطير، ليش هذا الترم خطير؟ لأنه الـ R تساوي صفر موجودة بهاي المنطقة، إذا هذا بلوز أب بروح للمالانهاية، هلأ لا، هلأ لما بدنا نروح على المالا على الـ outside بصير هذا الترم الخطير، لأنها R لما أحط infinite to power L بتصير إيش مالها infinite، إذا معناته شو بقتضيني هذا الحل إني أحط ما دام بحكي عن الـ outside إني أحط AL تساوي صفر. AL تساوي صفر، إذا صار الحل تبعي BR of theta تساوي summation من L تساوي صفر لإنفينيتي BL على R to the power L plus 1 في BL of cosine theta. هلا بدك تطبق الباوندري كونديشن الثاني، شو هو الباوندري كونديشن الثاني؟ انه في ات ار سمول تساوي كابيتال ار يعني على السطح للسفير يساوي دي زيرو اوف ثيتا ويساوي السوميشن من ال تساوي صفر لانفينيتي. هلا حل ار سمول بدي احط كابيتال ار تو باور ال بلس 1 بي ال، طبعا بي ال على هذا المقدار في بي ال اوف كوساين ثيتا. هلا مره ثانيه بستخدم الفوريير تريك، هلا شو بدي اضرب؟ بدي اضرب هذا الحد بدي ال فتحه كوساين ثيتا ساين ثيتا دي ثيتا واكامل من زيرو لباي، واضرب هذا الحد بي الفتحه اوف كوساين ثيتا ساين ثيتا دي ثيتا واكامل برضه من 0 لفاي انذر تايم. هذا الحد كلياته بيعطيني صفر اذا كانت بي ال اذا كانت ال لا تساوي الفتحه، وبيعطيني 2 على 2 ال بلس 1 اذا كانت ال تساوي الفتحه. هلا اذا كانت ال تساوي الفتحه وما كل هدلاك التيرمز رحن، يعني مثلا لو ال كانت 2 اذا كانت ال فتحه 1 و5 و4 و6 كله بروح، مين بضل عندنا؟ عندي 2، اذا معناته بضل عندنا بي ل 2 مثلا. هلا هذا المقدار شو بده يساوي؟ بده يساوي اذا كانت ال تساوي ال فتحه 2 على 2 ال بلس 1، بتبطل هون عندي السمنيشن او السيريز هاي لانه كل التيرمز ال فتحه رح نضل تيرم واحد بس اللي هو لما كانت ال فتحه تساوي ال اللي هو بي ال على ار تو ذا باور ال بلس 1، ومرة تانية بتصير بي ال تساوي 2 ال زائد 1 على 2 ار تو ذا باور ال بلس 1 في من 0 لباي دي 0 اوف ثيتا بي ال كوساين ثيتا ساين ثيتا دي ثيتا. اذا هيك انا حددت الكوفيشنت بي ال والجنرال سوليوشن عندي موجود، اذا المسألة بتكون ايش مالها؟ انحلت، او اني اذا بقدر اعمل من هون من هاي النقطة من هنا إذا في زيرو أوف ثيتا بقدر أكتبه على شكل لجندر بولينوميالز، بقدر أقارنه مع السيريز هاي. هلا مثلا إذا طلع فيه كوساين ثيتا بيكون فيه معناته في واحد، إذا طلع فيه كوساين تربيع ثيتا معناته في عنا في اثنين، لأنها الجندر بولينوميالز متذكرين حكينا مثلا في زيرو أوف إكس واحد، زيرو أوف إكس واحد، في واحد أوف إكس إكس، بي 2 اوف اكس لها علاقه باكس تربيع، بي 3 اوف اكس لها علاقه باكس تكعيب، اذا معناته اذا قدرت عملت لهذا البي 0 اوف ثيتا اكسبانشن او حاولت اعوض بالزوايا وطلعته بدلاله كوساين ثيتا وكوساين تربيع ثيتا وهكذا، معناته بكون انا حددت شو هن البولينوميالز اللي انا اخذتهم، وبقارن مقارنه بين هذا الحد وبين السيريز بهاي الحكي بهذا الجهه وبطلع قديش قيم بي ان. هيك بنكون خلصنا الجزء المتعلق بالسيركل كوردينيتس. طبعا رح ضل احل لكم، رح احل لكم كمان اكزامبل او اكزامبلين على الموضوع، وبتمنى انكم تتابعوا ويعطيكم العافيه.